من زمان عن أجواء السفر، سافر بالعين المجردة وتعرف على تفاصيل التفاصيل في بلاد النشامى. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمين الله إنكم وحشي، توكلنا على الله والله اللي يقضي الحاجات، ليصك تقفول أبواب غيره من قف الباب. وجد من راحت حياته من مطار إلى مطار، من العاصمة الحبيبة الرياض إلى عاصمة بلد النشامى عمان. تجربة جديدة مع الملكية الأردنية. شباب كيف حالكم؟ طيبين؟ ترى كل واحد فيكم في كل رحلة نذكر يا طيب قلبه، يا زينة، يا ملك الرحلة. لا الرحلة ذي بذكر المساوي، أبعرف كل واحد بأسوأ شيء فيه. اتفقنا؟ ما برده يعني الحاجات اللي أنا اذكروا محاسم الله. لا ما طبعا مخلد ادخلكم للردى يا بربر، مالك فرد اللزوم. طيب والله هذا فيكم طبع عيار بيع، ما ترتاحون انت اخوك سطام لان تقومون المجموعه على واحد. ما يصير يا مخلد. يحب نفسه، كل الناس تحبه. اسمع مزاجي، اذا ما بغى الشيء ما يقول لك انا ما ابغاه، يحرش اثنين ثلاثه، يعلم عبد القادر والشباب بعدين وهو يطلع من السالفه. شكرا مخلد. عبد القادر نظامي اكثر من اللازم، والله يا اخوان ان حاجز العوده قبل لا تبدا الرحله. ثاني شيء يا جماعه، طيب علوك طيبه انت وش تعرف. ثاني شيء ابو ذيب ممكن ينزل شوي في عمان يتمشى اليوم كامل ولا يقابلك الا اخر الليل. انا احب استكشف، انت ناس انا بعطيك عيوبك بس خلص. لا خلاص والله تكمل الدوره. ايش فيك انت؟ يعني انت اللي سالم من العيوب وحنا اللي غرقانين فيها، روح دور خير. اكمل يا ابو ذيب العيوب الباقي ولا اسكت؟ لا الدور جايك. قانون نزل اللي عارف على نفسي. قل بس قل. مع قلق لو وزع على اهل السعوديه لكفاهم، لا ناموا والناس قام، ولا قاموا والناس نام، وربي ورب الله ومعه عجله ومعه يا ربي يا حبيب. دقيقه والله والله لقطح لو تقول عني مهما قلت. دقيقه واحده والله لقطعها. كمنجه لا قلطنا على الوجبة ما ياكل، ومن حين نمشي خمس دقائق قال مرة باخذ سنيكرز، مرة باخذ مدري وش. لا فيها فلوس والله لو تطرح في النار ما عنده مشكلة. يحب الفلوس. أما هذا المخلوق والله بلا عيوب. هذا المخلوق على بلا عيوب. اقسم بالله انا شفت ناس لا مبالي بالحياة، زي المواعيد خصوصا ما شاء الله يوعدك 8 يطلع لك 2. الستر يا الربع الستر. الستر لو تخيل يا جماعه الرحله هذه بغت تروح، جيت صحيت ودقيت عليه الفندق هو لسه نايم. هذا عيب بسيط، تاخر على مواعيد عيب بسيط. ولو بغانا المطعم كلنا متفقين على المطعم، لا هو يبغى المطعم الحالي. واذا ما رحت معي فانت ضدي. تعرف اذا ما رحت معي لا يا عيال يحب السلطه، لا انا بروح اول للمكان هذا بعدين بروح. عيب على ثلاث سعره يجيب يا ابن الذين. يا غازي انت افضل واحد وانت يا قلبي انت يا طالون. انت ما تعرف العيب من الماضي. وش عنده؟ انا احبك وتاخرت كل شيء. الله يسعدك يا كمنجة، ابشر بس. يموت من الفلوس.